أول مرة دخلت فيها الاستوديو؟ يعني أنت ممكن تأثرت مع الأجيال والقدامة وأنك بديت تنشد معهم، لكن لما دخلت الاستوديو وأظهرت عمل لك ماذا كان؟ أنا للعلم أول ما بديت في الاستوديو بديت كمشرف وكمهندس صوت. أيوة. ولذلك أنا أعتبر يعني ابن الاستوديو، يعني مش ابن الاستوديو، إنما أقول الاستوديو يعني. ما كانش بالنسبة لي رهبة أبدا. يعني كان لأنه في بعض المشاهدين سبحان الله يعني تشوفه في الحفلة مبدع ولكن داخل الاستوديو ضعيف، والبعض تشوفه داخل الاستوديو قوي لكن في الحفلة ضعيف. بالنسبة لي أنا قلت لك كان الموضوع ما فيش أي رهبة في الاستوديو، لأنه بديت مهندس وموزع وملحن وأنتيت كثير من الأعمال قبل حتى ما أسجل أنا أعمالي. فأذنك يعني أخذت فترة طويلة حتى تدربت وصارت مرهفة. بالضبط. لأن أنت صرت تقوم المنشدين اللي يأتون عندك. بالضبط. وكان من الأشياء اللي فادتني كثير تنوع اللي يجوني، يعني مثلا فرقة المسادة من حضرموت، هذا لون غنائي لوحده معروفة. أيوه. أو إنشادي. فرقة مثلا من صنعاء، فرقة من تعز، فرقة من دمار، فرقة من سيئون، فهذا كله كان بالنسبة لي في دنيا يثريني. فرقة من مارب اللون البدوي وهكذا، هذا كله كان يثري يزيد في رصيدك. أكيد أكيد أكيد. وهل هذا شجعك أن أنت حتى تظهر لونك الخاص؟ والله شوف، أنا بداية أنا طبعا في البداية بديت أنشد. أي. بعدين وقفت عن الإنشاد كفرد أو كشخص، وبديت أشرف على الفرق والمنشدين وأنتج أعمال، وبعدين رجعت للإنشاد عندما بديت في أول أنشودة كانت سمار، لقت صدى جيد. بعدها مالنا بالكبر داعي، بعدين نزلت ألبوم اسمه اعتذار، وهذا اللي لقى صدى كبير. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.